للحديث عن الموضوع معنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد كامل من إسطنبول. مرحبا بك أستاذ أحمد. المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أعلن فشل تشكيل اللجنة الدستورية لإصلاح الدستور السوري. برأيكم كيف سينعكس ذلك، كيف سينعكس هذا الفشل على واقع الأحداث في البلاد؟ لا قيمة لهذا الموضوع على الأحداث مطلقا. لا أحد يعلق أمال على أن تؤدي اللجنة الدستورية أو حتى تبني دستور جديد إلى حل أي مشكلة في سوريا. الأحداث تسير في واد، والعمل السياسي العقيم يسير في واد آخر، ولا يتأثر هذا في ذاك، وكل الأنظار الآن تتجه نحو منبج. بعد يومين من زيارة فالح الفياض لسوريا، النظام السوري يأذن للقوات العراقية بمهاجمة تنظيم الدولة داخل سوريا دون انتظار إذن من السلطات في دمشق. كيف تقرأ ذلك؟ يعني العلاقة ما بين الطرفين معروفة، وهناك قوات وميليشيات عراقية طائفية موجودة في سوريا بأعداد هائلة، ولا يتخيل أن هذه القوات قد جاءت دون علم وموافقة بغداد. على المؤكد، على وجه اليقين، هذه القوات كلها دخلت بمعرفة وبتمويل وبدعم من حكومة بغداد. هل هو إذن لمحاربة ما يسمى الإرهاب فعلا؟ الإرهاب في سوريا هو النظام السوري، وهو الاحتلال الروسي، وهو الاحتلال الإيراني، وهو حزب الله، هو إرهابي، وهو متطرف، وهو طائفي، وهو أجنبي في سوريا. هناك 10 أسباب تجعل وجود هذا الحزب الطائفي المتوحش، تجعل وجوده غير شرعي في سوريا. الإرهاب هم حقيقة من قتل المدنيين السوريين بنسبة 95%. هم النظام السوري وحزب الله الشيعي اللبناني وإيران وروسيا، هؤلاء هم القتلة. نعم، هذا الإذن يعني النظام السوري، ويعني عندما أذن للقوات العراقية بالدخول، هل له علاقة بالانسحاب الأمريكي من سوريا؟ الانسحاب الأمريكي ما زال شيء غامض غير واضح، وقرارات الرئيس الأمريكي يعني تحدث لدى المحللين السياسيين إرباك لا مثيل له، حتى في وزارة الخارجية الأمريكية وفي وزارة الدفاع الأمريكية. لا نفهم أبدا ما الذي جرى في رأس الرئيس الأمريكي، هل قرر حقا الانسحاب أم لا، هل هناك خطة عند الأمريكان لمن سوف يحل محلهم. كل هذه الأمور أمور غامضة غموضا شديدا. شكرا لك أستاذ أحمد كامل الباحث السياسي، كنت معنا من إسطنبول.